كده برضو جبت فستان تاني وكملت بيه الحفل. فوقهاتي كده مين بيطبطب عليكي؟ نفسي، محدش بيطبطب عليا. انا وبنتي عايشين، يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا معلمه بنتي الاول، محدش يصعب عليكي، إيه ما يصعبش عليكي غير نفسك. لان انا كنت بفكر في ناس وبقف جنب ناس وبسندهم وبكون لهم سند جامد، بس وقت ما بقع مفيش حد بيقف معايا، لازم انا اسند نفسي بنفسي، انا لازم ابقى قويه بنفسي. وبنتي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. وهي بقى لما بتبقى هي محتاجه لك او مرت بموقف صعب، لان سنها دلوقتي بتعرف تفكر وتتكلم، بتقول لك ايه؟ بتشوفك ازاي؟ بتيجي دايما تحكي لي، يعني اوقات كتير تشوف بوست مثلا على شغل او كده، تقول لي ماما انا فخوره بيكي وانا فخوره باللي احنا فيه، انا مش زعلانه. اوقات بتيجي طبعا هي طفله، يعني 15 سنه، بقى لها سنه ونص شغاله في المجال، بتطلع اوردرات لوحدها، بتعمل بالون، بتعمل ورد، بتعمل شغل راجل ما يعملوش. يعني في رجاله كتير، سبب برضو ما انا قلت ان هم لهمش لازمه، رجاله كتير قاعده في بيوتها وستاتهم هم اللي بيصرفوا عليهم. ده طبعا راجل ملوش لازمه، واحد مطلق مراته ورامي عياله ملوش لازمه، ما بيصرفش على عياله، يبقى راجل ازاي؟ فخلاص هي اتعودت بقى ان دي حياتنا وان ده مستقبلنا وان ده شغلنا واكل عيشنا. هو باباها بيسال عليها وبيديها مصاريفها وكده؟ في السعوديه. مش موجود. بس هي العلاقه بيه كويسه؟ يعني ولا انت مانعه العلاقه دي؟ لا خالص، انا مش ضد، يعني عادي، انا ولا من نوع بقى لا باباكي سابك ولا كلام من ده، ولا بيصرف ولا ما بيصرفش، هي حره لانه ابن خالي اصلا، فالعلاقه بيننا وعيلته كلها كويسه جدا معاه، عيله والده وعيله والدته كويسه يعني جدا. ابن خالك وانفصلته؟ ده من زمان. محدش قال لكم عقله؟ لا بقى، انت عارفه منفصله من 13 سنه عنه، يعني كنا لسه اطفال، كنا لسه صغيرين، وهو ربنا كرمه وشاف نصيبه واتجوز، وانا اتجوزت، بس مفيش نصيب. ايه اللي جاي بقى؟ لبستي فستان الفرح وانتصرتي على اوجاعك، ايه بقى اللي بتحلمي بيه جاي؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا كل احلامي حاجات بسيطه جدا، اني ابقى ست ناجحه في شغلي بس، انا وبنتي. التجهيزات دي خدت منك وقت قد ايه قبل الحفله بقى؟ نص يوم. نص يوم. يعني عقبال ما نزلت اشتريت الورد والحاجات ديت وعملتها، ما اخدتش وقت معايا كتير، لان مش طبيعه شغلي. ما عملتوش بورد طبيعي، عملتيه كده عشان يفضل موجود. ذكرى معايا. ده يبقى ذكرى معايا بقى. تعالي وريني كده تجهيزاتك اللي انت عاملاها هناك دي، احكي لي على الطابلو الحلو ده. بصي هو ده باكت ورد كده، هو المفروض اكبر من كده، بس انا قسمه جزئين لان بقيت الشغل في شغل برضه. ماشي. جبت الورد اشتريته وبيتقفل كده مع بعضه، بعمله باك زي ده، وكاتبه هابي بيرث داي، وكاتبه ديانا، وعليها تاج، انا ملكه نفسي بقى. ايوه. ودي حاجات بقى يعني بصي كلها خاصه بشغلي. دايما لما بناتنا بتكبر بتقف احلامنا احنا وبنحلم لهم. طبعا اتمنى يكون حظها احسن من حظي بكتير، وتكون احسن واحده في الدنيا، ما بشوفش في حياتي احسن منها اصلا. صورتوا مع بعض وانت لابسه الفستان الابيض؟ كانت شايله لي الفستان كده وزغرتت ورقصت، جابت صحابها وكلوا جاتوه على فكره وتورته. كان في جاتو؟ كنت عامله تورتايه وعامله جاتوه، جايبه بتيهات وباتون ساليه وساقع وميه، حفله عاديه جدا زي اي سنه بعمل فيها عيد ميلادي او عيد ميلاد بنتي، زي ما بعمل للناس، انا باجي اعمل لك حفله عيد ميلادك بصممها لك كلها. ايوه. حتى لو انت هتجيبي التورته والجاتوه انا بظبط لك السفره والسلندرات والحاجات دي كلها، انا ده شغلي، طبيعه شغلي. فاكيد هعمله لنفسي، مش اللي هو فكره ان انا بلبس فستان بس، لا، لبست فستان وكنت برقص وبغني في العربيه، والسواق قلت له شغل لي بقى اغاني، انا عروسه يعني، انا مش جايه كده وخلاص. وكان يوم جميل، وكنت جايبه دي جي، وكنت عامله حفله للسيدات بس، ما كانش فيه رجاله خالص، ما عزمتش اي راجل. ليه بقى؟ ليه؟ احنا كلنا ستات، راجل هيجي يقعد مع مين؟ يعني مالكيش في قرايبك رجاله؟ لا ما عزمتش. واي واحده كانت تجيب جوزها؟ طيب لا، قلت لهم اللي يجي يحضر الحفله يجي من غير جوزه، اللي مش عايز بقى ما بيروحش في حته من غير جوزها، يعني ما بترش تقعد بقى جنب جوزها، خليها بقى قاعده جنب جوزها، ما بيجوا يقعدوا بقى كل اتنين ياخدوا مكان كده ويقعدوا يتكلموا. طب احنا مش انتوا كنتوا عايزين بقى حفله وترقصوا وتفرحوا؟ طبعا كان في تصوير وكل حاجه، وكنت قايله الناس ما حدش ينزل صور لحد، عادي احنا بنرقص وبنرقص احنا بنات مع بعض، وفعلا ما حدش نزل صور ولا فيديوهات رقص. فيناش حد كامل يا ديان.